مساء الخير عليكم أعزائي المشاهدين، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج ساعة في بيتنا. موضوع حلقتنا النهاردة هيكون بيتكلم عن مرحلة قبل الطلاق. مرحلة قبل الطلاق مرحلة بيعاني منها كتير جدا من الناس، إذا كان ست أو راجل، بس من وجهة نظري بتكون الضغوطات أكتر على الست. ليه بقى؟ لأن هو بيكون في ست عندها مثلا مشكلة مادية، نظرة المجتمع الشرقي للست المطلقة غير الراجل، اللي بيقولوا مش هيعيبوا حاجة، هو راجل في الأول وفي الآخر ما بيعيبوش حاجة. فالضغوطات بتكون على الست أكبر، خصوصا لو كمان الست مش مرتاحة ماديا أو ما بتشتغلش. مش كل الستات بتشتغل، ومعانا كمان زي إن احنا مثلا الراجل لو طلق مش معنى كده إنه ما بيتأثرش، أكيد بيتأثر، وأكيد خراب البيوت أكيد بيأثر فيه، أكيد بيأثر في نفسيته، أكيد ما بيكونش مرتاح. بس النهاردة احنا هنحاول إن احنا نقدم ليكم أسئلة تسألوها لنفسكم قبل، يعني للناس اللي موجودين في المرحلة اللي هي قبل مرحلة الطلاق، اللي هو احنا مش عارفين نعمل إيه. احنا هنحاول إن احنا نقدم لكم أسئلة هتسألوها لنفسكم وهتردوا على نفسكم، اللي هو لقينا نفسنا تمام، الحاجات الإيجابية أكتر من الحاجات السلبية، وكله تمام، والحياة ممكن تمشي، والحلو فيها أكتر من الوحش، فهنكمل ومفيش مشكلة. لكن كلامي النهاردة بقى موجه للست أو للراجل اللي مشكلته إن هو خايف ياخد القرار ده. الحياة مش نافعة والحياة مش ماشية، في مشاكل كتير، في حاجات كتير جدا موقفة الحياة فعلا، وهو برضو مش راضي ياخد القرار، أو هي مش راضية تاخد القرار. خصوصا للست اللي مثلا بتتهان، جوزها بيضربها، طلقي اطلقي، انتي ما تكمليش، جوزك ما بيصرفش عليكي، مش مسؤول، بخيل، ابن مامته زي ما بيقولوا، في حاجات كتير جدا او في اسباب كتير جدا. انتي مثلا في ناس تقولك انا هخليه موجود كانه مش موجود، هعتبره مش موجود وهو زي ما بيقولوا راجل موجود وخلاص، والشكل العام والكلام ده. لا، انتي ما تتعامليش كده، هو دلوقتي اللي انتي مش مرتاحه في حياتك ما تكمليش، سيب الحياة. فكرة مستفزة جدا ان هو موجود زي مش موجود، موجود غير مش موجود، موجود وعليه مسؤوليات انت بتعمليها لوحدك، غير لما انت مطلقة وعارفة ان دي مسؤوليتك انت لوحدك وبتعمليها بكل، مفيش عندك مشكلة. لكن هو موجود، شيء مستفز جدا ان هو موجود، ما بيعملش واجباته، ما بيعملش المسؤوليات اللي عليه، البيت بالنسبة له اوتيل، حياته كلها على الكافيهات، مش مسؤول، يعني كتر خيره لو جه الليل يسمع مشاكلكم كده على العشاء، يعني كرم منه. فتكملي في علاقة زي دي ليه؟ ما تكمليش. دي حاجات كتير موجودة في، يعني حوالينا وموجودة في كل مكان. والكلام ده برضو للراجل، يعني في رجالة اللي هو مش مرتاحة في حياتها تماما، ما تكملش، ما تكملش. طبعا الكلام ده بقوله بعد ما نعمل محاولات كتير جدا، وبعد ما نحاول ان احنا نحسن الحياة ونصلح الحياة ونخليها احسن، يعني بنحاول، واحنا هنحاول نقدم ده في حلقات تانية كتير. وكمان في فكرة برضو ما بتعجبنيش خالص، وهي واحدة تقولك خلاص انا هكمل علشان خاطر ولادي. طيب انت هتكملي علشان خاطر ولادك ازاي؟ يعني كملي عشان خاطر ولادك، هم موجودين بيصحوا كل يوم على خناق بابي ومامي، بيضربوا بعض جوه، هم كده انت كده بتضحي علشانهم؟ بالعكس، هم لما يكبروا مش هيشكروكي خالص على كل اللي بتعمليه ده، وانت هتضحي بعمرك وهتكملي مع شريك مش صح خالص، وفي الاخر هم مش هيطلعوا يقولوا لك شكرا. دي اول حاجه. تاني حاجه، انت بتطلعي نفسيات مش سويه، تربيه مش سويه، حاجه مش حلوه ومش لطيفه، وفي الاخر انت مش هتتشكري عليها، ويكون عليكي ده اصعب كتير من انك تفصلي الحياه تربيهم لوحدك. الكلمه هتكون واحده، مش اتنين زوجين مختلفين قدام اطفال بنطلع عندهم تشتت وعندهم مشاكل كتير قوي، ويعني حاجات من دي كتير. خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم مره تانية. ورجعنا لكم مرة تانية، وزي ما عودناكم بيكون معانا أشطر المتخصصين في المجال الأسري. معانا دكتورة رحاب إمام، مستشار نفسي وأسري. أهلا بحضرتك، أهلا بيكي انتي يا إيمان، منورانا. ميرسي بيكي. ايه، قولي لنا يا دكتور، من وجهة نظر حضرتك ايه الأسئلة اللي ممكن الست تسألها لنفسها قبل ما تتطلق؟ يعني هي في مرحلة مش مستقرة نفسيا أو زوجيا، مفيش خالص، ومش عارفة تاخد القرار ده، وعندها مخاوف كتير من حاجات كتير قوي، فايه الأسئلة اللي ممكن تسألها لنفسها وتقدر تاخد القرار بعدها؟ طيب، هو طبعا محدش بيوصل لمرحلة الطلاق كده في مرة واحدة. مرة واحدة، أكيد بيبقى فيه مواقف كتير، بيبقى فيه احتياجات كتير مش ملبية، زي احتياج الاحترام مثلا، ممكن تلاقي سواء ست أو راجل مفيش تقدير، في مشاعر من الغضب والغيظ والحرقة، تراكمات كتير، تراكمات كتير جدا. فبنبقى محتاجين أول حاجة يكون عندنا
مكان او حد اقدر اعبر فيه عن التراكمات دي وعن المشاعر دي، لاني اوقات بيبقى القرار قرار نابع عن فورة غضب شديدة اكتر من كونه قرار متريس كده، وانا عارف ان ده اخر الطريق مفيش امل تاني، وده بيبقى حقيقي عواقبه صعبة جدا. المفروض الشخص اللي انا اتكلم معاه يكون الزوج نفسه ولا حد تاني؟ بالعكس، اوقات بيبقى اخر مرحلة الزوج او الزوجة، لاني هو ده اللي انا متضايق منه دلوقتي، فانا محتاج ان انا اختار حد اكون تاني. اهدى معاه كده وابتدي ارتب اعبر عن فورة الغضب اللي جوايا وعن مشاعري من الاحباط لغايه اما اهدى وابتدي احط ايدي انا احتياجاتي فين. طب انا عندي احتياج التقدير زي الفل، هو راجل مقدرني جدا على فكره، بس مش مشاركني، احتياج المشاركه عندي ناقص جدا، شايلني كل حاجه. طيب مش مسؤول. مش مسؤول، ودي بتبقى بقى مشكلة تانية خالص يا إيمان، لأن الراجل في الأول ممكن يعيش مرحلة الله أنا عاجبني إن أنا مش مسؤول، وبعد فترة شيل المسؤولية ده حاجة من ضمن الاحتياجات الأساسية كده للإنسان، عارفة الطفل من هو صغير يبتدي يقول إيه، لا يا مامي أنا اللي هلبس انا اللي نفسي، هعمل كذا. ايوه صح. أيوه عشان أنا عايز يشيل المسؤولية، لأن فده المسؤولية بيكون خلل حرية، في الشخصية، يعني خلل مش في مسؤولة. الشخصية، تأخر في النضج شوية، بس في الآخر هيوصل عند نقطة أنا عايز أشيل المسؤولية عشان ده بيحسسني بالحرية، بس فممكن بيكون تلاقيه بقى بيدور على زوجة متأخر تانية مثلا. بقى، أو طب تلاقيه بيدور ليه على مش زوجة مع تانية، الزوجة الأولى؟ خلاص بقى هي بقت بالنسبة له خلاص اتبرمج دي على هي إن دي شايلها. ماما بقى، فاهمة؟ فدي بتبقى محتاجة إن إحنا نرجع نغير تاني ترتيب الأدوار وكده. النقطة نرجع تاني لسؤالك يا إيمان، أسأل نفسي هي دي فورة غضب ولا يعني حاجة واقفة عصبية كده وهتروح فورة خلاص. غضب، حتى لو فورة غضب بتتجرب كل مرة، ولا ده قرار واعي؟ ابدا ابدا ما تاخديش قرار وانت غضبانه، سمعتي المقوله خالص دي قبل كده؟ زعلانة ما اوعي تقوليش الكلمة دي. اوعي خالص. حتى لو هتعملي نفس القرار اللي هتعمليه وانت هاديه، بس بس لما تعمليه ما وانت تهدي هاديه غير. بيختلف تماما عن ما تعمليه وانت غضبانه. ببقى محتاجه، طيب خلاص لا طلعت فضفضت واتكلمت واستريحت او رحت المتخصص، لان للاسف دي شويه حته ناقصه. الثقافة دي مش موجودة قوي. وهي يعني اوقات كتير احنا مثلا بنيجي عندنا يا جماعه والله انا مش مأذون، انا مش جايه عشان مش اطلقه، احنا طلاقة. عايزين نشوف ان نظبط الدنيا عشان الأول. نسيبها للاخر خالص كده. طب لا بس وصلت فعلا اني لما هديت لقيت نفسي برضو عايزة لا لا اخد لا، على نفسي فكره قرار. انا حاولت كل المحاولات، ده هنتكلم فيه later on، حاولت كل المحاولات وجربت وهكذا وخلاص. طيب هنرجع للنقطه الثانيه، نقطة اني كلمة انت قلتيها في المقدمة انا سمعتك، احسب المزايا والعيوب واملي العيوب الاول. قبل ليه؟ المزايا اطلع الاول طاقة الغضب اللي ايوه جوايا. اصل انا غضبانة جدا، هتيجي تكلمي عن مزايا مش هتلاقي دلوقتي حاجة حلوة مش خالص. هلاقي اصلا، مش اتكلمي هطلع سنين حاجة. يا بنتي، طب ده بيودي العيال المدارس مش فاكرة. وبيجيبهم بلاش هم، ما كل الرجالة بتعمل كده ايوه اصلا، ده واجبه، مش هتشوف اي حاجة كويسة وقت بالظبط الزعل. بالظبط. او بقى في ناس تقول لك لا هكتب المزايا وانا زعلانه بقى عشان ايه اقلل منها اكتر اسخن منها بقى. يطلعوا كده بندين ثلاثة. بس كده وحلوين عليه رضا. انا عايزة اطلع. هنبتدي نملى العيوب الاول. العيوب قبل ابتدي المميزات. نملى العيوب تمام. اول واكتبها بكل ما عندي من اطلعها كلها كلها، وبعدين مش لازم استعجل، دي ما تعملش في قاعده واحده، ده قرار مصيري، ممكن تعمل يوم اتنين التالت، فلا انا كتبته وفي لسه ناس حاسه ان بتاخده جوايا في غضب شهور وسنين حقيقي حقيقي، بيقعدوا اللي هو الفكرة في دماغهم بس ما بيعملوش خطوة ما يعني. بيعملوش خطوه، وحاسه وكان ورا كلامك اللي هو اوقات بنسيب الامور معلقه، لا مني بحلها الطلاق الصام بالظبط، ولا مني بحلها بقى ولا موجود بني كتير، حقيقي وفي ناس متجوزه بتستصعب الفكرة، في ناس ولادي، في ناس حاجات كتير مش منطقية بالنسبة ليا، حقيقي بس موجود. حقيقي، الطلاق الصامت في ناس كتير عايشين سنين طويلة قوي بيه، وده مؤلم مؤلم جدا، اللي هو زوجين. وبخس حق للطرفين حقيقي، يعني ما هو يا اما اكون جدع وجدعه وقررت ان اكمل في العلاقه دي فاصلحها، يا اما ادي فرصه لنفسي وادي فرصه للطرف اللي قدامي ان يعيش حياه افضل، ولكن القرار الاجمل مش دايما بيكون الانسب. فاديكي نركز في الحتة دي. تمام. يعني اوقات كتير بيبقى فيه قرارات جميله، ايوه عارفه بقى اللي هي، ايه وطبعا زي ايه مثلا؟ يعني جوزي مش بيشيل معايا المسؤوليه خالص، سايبني انا اللي ودي وانا اللي اجيب وانا اللي اشتري وانا اللي اعمل، انا اللي شايله كل حاجه، وهو قاعد برنس في نفسه جدا، فتيجي حد كده بينصحها الناصح الامين، لا بقول لك ايه
هو لا يشارك معاكي يا بلاها ما هو وجوده زي عدمه. هو ده حقيقي عندها حق، ما هو وجوده زي عدمه يعني ما بيعملش بصراحه، حاجه ما بيشاركش. وده معناه ان هنا في مشكله لازم تتحل. بس احنا اوقات بنخلط ما بين ان دي مشكله ولازم تتحل، او ملهاش احنا حل، بنختار بنقرر كده او بنحكم عليها ان هي ملهاش حل خلاص اللي هو ولازم هتتطلق. طب احنا ليه رحنا لاخر الشارع كده على طول؟ نحاول الاول وكلام من ده. بس في ناس بتكون عملت مشاكل واتكلموا وحلوا، احنا عملنا مشاكل وحاولنا وعملنا، ما هي بنكون مفيش عملنا نتيجه. مشاكل يا اللي امال، بقى انا بقى عايزه اتكلم عن اللي مفيش نتيجه فيه ده، مفيش نتيجه خالص اللي فيه. مفيش نتيجه اوكي فيه مشاكل بالتفاهم بالراحه، ممتاز، ده مستفز. خلاص ما نتكلمش بقى عن ان احتمال يكون في نتيجه، لاني اوقات بس بتكون محاولاتنا تعزيز للمشاكل اكتر ممكن حل ليها. بس خلينا نتكلم ان احنا حاولنا بكل المحاولات اللطيفه. هبتدي اتكلم، نكمل باقي الاسئله اللي الست تسالها لنفسها. ممتاز. هبتدي املأ العيوب الاول، وبعد كده املأ الامتيازات. تمام، دي كويس، بحيث يبقى قراري برضو كده واعي تماما. لا ده انا بعد ما مليت كمان العيوب والمميزات طلع انه لا يا جماعه والله ما مش مستاهله، نافع، مش مستاهله، اقسم بالله عمر بيضيع. طيب حلو جدا، تخش على حاجه اسمها SWOT analysis، SWOT. الاس فور سترينثسز، اللي هي نقط القوه اللي عندي انا شخصيا اللي ممكن تاهلني اني اخد الخطوه دي. على فكره انا واحده اصلا بعرف اعتمد على نفسي جدا، على فكره انا معايا شهاده كذا ودرست كذا، فهعرف اتعامل، اعتمد على نفسي بشكل كبير. انا عندي معارف، لا معارف دي هتبقى في الاو. انا بعرف اطبخ او اعمل مع عمليه تجويف، هعرف اوفر لنفسي مش عارفه ايه. انا بعرف اتعامل مع مشاعر الحزن والالم عندي، فهعرف احتوي دي السترينثز. الويكنس، النقط الضعف اللي عندي حلال اللي هتبقى صعب عليا وانا بعد باخد القرار الطلاق ده، اثناء او بعد. فانا عاطفيه جدا، هيبقى صعبان عليا كل العمر ده. انا رغم ان هبقى خلاص نفذت الطلاق، بس كل يوم قبل ما انام هبقى بقعد اعيط. مش متاح. انا هبقى منظر ولادي قدامي ان هم مش معرفتش احقق لهم ده، البيت السعيد الجميل. اه وعلى رايك زي ما انت قلتي، اوقات بيبقى الانفصال ارحم 100,000 مرة من انت تفضلي محتفظه ببيت مريض وتقولي عليه اصل المهم يكون في بيت. لا مش ابدا كده يعني. نفسي الولاد حساسين جدا وبيفهموا كل حاجه، لاني كمان في برين دامج بيحصل للاولاد، ان هو ده هيبقى تصورهم عن الحياه الزواج. الزوجيه. وفي ناس بتطلع ومش هتجوز، يا اما مش بنت هتجوز، وولد، يا اما بقى بيطلعوا عقد عقدهم مع على حد جوازاتهم، تاني. يا اما واحد اتجوز واحد كويس قوي قوي، بس هي عشان كانت شايفه باباها مش كويس، فهي على طول مش لقطه، على طول مش لقطه، على طول ظلمه، على طول. وفي لا بنات بيجي لها عقد من الراجل عامه، او اقول لك صنف الرجال كله مضروب، كتير، اللي هو كله ما تحسش ان المصنع فيه ما بيطلعش شخص حاجات حلوه، لا هو بيطلعش كل حاجات حاجه نظيفه. هو قليل، هو فيه موجود كويسين بس قليل. من باب يعني احقاقا يعني عشان للحق يعني. محدش يزعل. فدي النقطه، فساعات فعلا بيكون الطلاق انسب. اول حاجه هنسال نفسنا هل هي فرض غضب ولا لا. تاني حاجه هنعمل مميزات والعيوب. خلاص وصلنا ان هي مش فرض غضب ولا العيوب اكتر، يبقى هنعمل السوات اناليسيز. قلنا سترينثز وقلنا ويكنسز والاوبورتيونيتيز، اللي هي ايه الفرص او النقاط الجوه اللي برايا اللي ممكن تساعدني على اتخاذ القرار. فمثلا انا عندي خالي البي هيعرف يخلص لي امور القضايا كويس، لو في قضايا مثلا ماديا هعرف استقل بنفسي وبولادي مثلا، ماديا عندي حد فلان برايا هو هيقدر يساندني، او مشروع حد وهكذا. اني هو مثلا ابن حلال ومش مش 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 بتاع نصب في الفلوس، اني وات ايفر كانت ايه هي الفرص الخارجيه اللي ممكن تكون هتدعم القرار. نرجع بقى للثريتس او التهديدات، الثريتس سوري، التهديدات، ايه الحاجات اللي ممكن تكون مهدده برايا. فبالتالي الشقه، انا اللي هاخد الشقه. انا اللي هاخد الشقه. لا طبعا مش هيديني الشقه. طب هاخد الشقه فين؟ دي حاجه مقلقه جدا. ده انا هنا كنت ظبطت جنب مدارس العيال، جنب شغلي، جنب 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 جنب. وبيبقى بعد ما تخلص الجدول ده وتقعد تعمله كده على كذا يوم كده وتتهادى فيه، لان ده قرار مصيري. ونبتدي برضه نشوف ايه حياه الاولاد هتتاثر ازاي. وطبعا بتبقى صدمه وده ممكن نتكلم فيه بعد كده، ما بعد الطلاق بتبقى الواحده عامله ازاي، حتى لو هي واخداه قرار واعي وعايزاه وطالباه جدا. بنبقى عايزين برضه نشوف الاولاد مثلا اخبارهم ايه، هيتاثروا ازاي، مدرستهم، عدم وجود يا اما ده يا اما ده لوحده، وهكذا وهكذا. ويبقى شغلنا كله ان قدر الامكان لما نيجي نوصل قرار الطلاق نكون الويكنسز والثريتس
قدرنا ان احنا نلاقي لها حل، نحلهم الاول نقاط الضعف والتهديدات قدرنا ان احنا نلاقي لها حل، وغالبا هتلاقيها موجوده في الايه في نقاط القوه والفرص بتقدري تولفي. يعني اللي هو يعني قبل الست تسال نفسها قبل ما تطلع عشان نكون واضحين معاهم المميزات والعيوب واحل المشاكل اللي هتواجهني بعد الطلاق صحيح ماديا او ويبقى مهم برضو اني مش بس ابص على المشاكل، اني ابص ان انا ايه نقاط القوه اللي عندي عشان اقدر اخد القرار وانا مطمنه ومسنوده عليها. والكلام ده للراجل وللراجل طبعا. ايوه عشان ما ننساهمش بس مفترية. عشان ايوه في ستات مفتريه قوي 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 والله في رجاله غلابه جدا بس قليل في بس قليل مش كتير طبعا وللراجل كمان جدا جدا، يعني لان في قرار الطلاق ما بيبقاش سهل ابدا لا على الراجل ولا على يعني الست. يعني امتى الست تاخد قرار نهائي بالطلاق اللي هو خلاص؟ ده سؤال صعب قوي يا ايمان، لانه يعني في فرايتي كبيره جدا من البشر، فكل واحد ليه القياس بتاعه، فالحاجه اللي انا استحملها ممكن غير تقول لي مستحيل ده كان على جثتي. وكاننا بنقول ايه، في مدرسه في علم النفس في ناحيه المدرسه الانسانيه اسمها الان في سي نون فايلنت كوميونيكيشن او الكومباشنت كوميونيكيشن التواصل الرحيم او الغير عنيف، وده الدكتور احمد دبيع مسؤول عن تعريفها هنا في مصر بقاله سنين. هي رائعه، بتشوف الانسان ان هو جواه احتياجات زي كوبايات كده، زي احتياج التقدير، احتياج الاحترام، احتياج الحب، مشاركه، كتير كتير. لما الكوبايات دي تبتدي تنقص بتتحرك مشاعر، فلما الاقي ان احتياج التقدير ده ناقص ابتدي احس بالاحباط والغضب. احتياج الونس ناقص احس بالوحده، مفيش. فبتبتدي الاحتياجات دي كل ما تنقص تتحرك مشاعر، وبناء عليها ابتدي اعمل ايه تصرفات ما او اطلب باسلوب عدوانيه ومشاعر غضب اوقات بقى المدرسه دي بس بتعلمنا ليتر اون ممكن نبقى نتكلم فيها ازاي نعبر بطريقه عن المشاكل اللي عندنا needs مشاعرنا واحتياجاتنا بحيث نلبيها بطريقه احسن. كان السؤال ايه تاني؟ السؤال هو امتى ياخد القرار الطلاق؟ امتى ياخد القرار؟ فبيبقى كله جوه واحد فينا الكوبايات دي اللي واصل لمرحله خلاص انا عايزه اتطلق، يبقى اكيد في نقص في كوبايات الاحتياجات دي بشكل ملحوظ. نحتاج نحسب حسبه، يعني مثلا حد واحده ما حقيقي يعني هي مثلا اتجوزت بدري وما كملتش تعليمها وما عندهاش مصدر اخر للرزق وهو ده المصدر الوحيد. احتياج الحب عندها مليان منه ومن غيره، لان الكوبايات دي بتتملي من جهات عده عامله زي الهواء، الاحتياج للهواء ربنا مخليه لنا في كل حته في الدنيا صح؟ اوقات بس الانسان بيتربس دماغه يقول لك انا مش هاخد غير الهواء مطروح. هو مطروح انا عايز دي بقى بالظبط. فكوبايات الاحتياجات بتتملي من حتت كتير في الدنيا، فهي كوبايات الحب في حاجات بتعوض حاجات، يعني مثلا ممكن يكون في نقص في احتياج معين. لا مش معقول. مش معقول. لا بس مثلا بس احنا محتاجين بس ندور عينينا ونبص الكوبايه دي ممكن تتميل ازاي من حاجات تانية. يعني اقصد مثلا في راجل ممكن يكون حنين جدا كويس جدا بس في نقص مثلا الاحتياجات الماديه مثلا. فبالتالي انا ممكن عادي خالص اللي هو مش مهم. وانا في الوقت ده ممكن نقول ان في احتياج غطى على احتياج تاني. زي تقولي يعني ان في ميزه عنده عاليه جدا 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 تخليني اتنازل عن مثلا ان هو مش بيملى الاحتياج ده عندي. بس ما سيبهوش فاضي هيصوت لي طول الوقت. هبتدي اتلفت حواليا واشوف املاه ازاي، اشوف حل لي بحيث ما يصيبهوش عطشان. احتياج عطشان مؤلم جدا، ما يصيبهوش عطشان. فببتدي اشوف ايه الحاجات. في ناس بيفرق معاها قوي مثلا، لا انا موضوع التقدير ده بيفرق معايا جدا اهم حاجه ومنه. فطول ما هو بيهني بالشكل ده نو واي مش قادره اكمل. طبعا في خطوط حمراء اللي هو العنف اللفظي او العنف الجسدي ده يقف، بس مش بتكلم على الطلاق. الطلاق احدى ادوات حل المشكله للي ما فيش معاه امل او اتكلمنا معاه كتير، بس الحاجات دي لازم تقف. تقف ونستخدم اساليب مختلفه، نروح للمتخصصين. نسمع عن ستات بتتضرب بقى لها 20 سنه وخلاص متعوده على كده وعايشه كده. ممكن جدا تكون عملت لعبه جواها وتكون يعني بصراحه يعني انا شخصيا ما اقدرش عليها. ازاي الضرب ده؟ لو تفتكري الضرب ده هيضرب احتياج الايه؟
الأمان الأمان والاحترام وحاجات كتير والاحترام. جدا. ممتاز. لو هي قادرة تملك كوبايتين دول من حتة تانية بكثافة، هتلاقيها ان هي قدرت ان هي تعدي عادي. وانا انا شخصيا مش قادرة ده اتخيل ده، الا مش دي قادرة اتخيل ده. في وفي ناس حاجات لا، نتيجة ان very low self esteem، تقدير ذات واقع جدا، فشايفة ان هي تستحق ده، وده بيكون ممكن تكون نتيجة ان هي اتربت وشافت ده. يمكن عشان كده بنقول ان مش كل البيوت الاحسن ليها ان هي تفضل مكملة. لا، ايه زي مامتي وزي جدتي جدتي وكان كله اتضرب وعادي ده هتيجي في انا ستات بتوصل عند نقطة اللي هو ده، انا جوزي مش راجل، وتتكلم بفم مليان، ليه ما بيضربنيش؟ ايه ده بقى حقيقي ده انا يعني اشهد عليه. قلة اهتمام خالص مثلا، ده مش مهتم، ومش مفيش حاجة فيش نخوة بتستفزه كده. كده ايه ده، مفيش مرة كده يلطشني بالقلم واروح اقول يا عيني عليا؟ فحقيقي اوقات لا، انا لو حاولت مرة واثنين وثلاثة واستخدمت ادوات وسبل مختلفة ان انا اوقف ده وما اوقفش، يبقى لا خلاص، ما كملش. خلاص طبعا ما كملش. وايه لو ممكن تاني الست تسأله لنفسها ايه تاني ممكن ست تسأله لنفسها؟ قبل ما تاخد القرار؟ احنا لسه ما خدناش القرار، ايه فرص مالي الاحتياجات دي؟ اذا كان من شغل، من شغل، حب، علاقات، عيلة مثلا. كله يعني احتياج الحب. طب ايه فرص انك انتي تملي احتياج الحب؟ لا انا اصلا لسه صغيرة ومعايا طفل سنه صغير، وممكن اخد واعرف كوميونيتي كتير، فممكن اعرف حد، وممكن الحد واتجوز ده تاني اخد معايا طفلي او اتجوز تاني واسيب طفلي مع مامتي موجوده. طب ده كده في اوبورتيونيتيز كويس قوي، في فرص كويسه قوي. لا انا عديت ال50 بس ولادي كبار مش وبروح هينفع. وباجي، فهتعرف على ناس كتير، فما عنديش، بالعكس اهو ما عنديش اولاد اشيل همهم، اللي هو فهيبقى سهل ان سهل، اسهل، ما فيش مسؤولية. ما فيش اصلا حاجه. لا انا عندي 40ات بس ما عنديش حد يشيل معايا الاولاد، والاب غير مسؤول ومش عارفه ايه. هل ده معناه ان هي ما تاخدش قرار الطلاق لو هو ما يتعاشرش؟ لا تاخده، بس تبقى عارفه هتواجه ايه. دي بتفرق. هي مشاكل معقدة وكتيرة على الست، كتيرة جدا. طبعا ممكن الراجل عشان مثلا عنده دخل مادي ثابت مثلا بيشتغل، او معظم الرجاله عنده المكان، الشقه او زي ما بنقول، فبتكون مشاكل عنده اقل. وكمان المجتمع الشرقي بيبص للراجل المطلق غير الست صحيح المطلقه، يعني للأسف، نظره الست، المجتمع للست المطلقه مؤذيه حقيقي مؤذيه، حقيقي ولحد جدا. دلوقتي مش لاقيين حل للموضوع ده. خليني أقولك إن دلوقتي الدنيا بدأت تختلف نتيجة طبعا ارتفاع نسبة الطلاق. معنى كلمة الطلاق زمان عند الجيل اللي قبلنا كانت حاجة كبيرة جدا، أصعب جدا، مستحيل مستحيل، عارف ما عندناش عيب، بنات حاجة للطلاق. عيب. أيوه، استحملي أي حاجة حتى لو في إهانة أو حاجة بالظبط. ملهاش حل. ومن كتر ما الجيل بتاعنا شاف، بدأ ياخد قرار ان يعيش عيشة فل، يا نموت احنا الكل، خلاص عارفة؟ الوقت لا يا اما ما فيش نقلبها وسط. خلاص. بالظبط. ودي ميزة ان ما بقاش فيه تابو اسمه الطلاق. وبرضو في حتة شوية محتاجين نخلي بالنا منها، ان احنا اوقات بنستسهل. هطلق وخلاص، انا خلاص لسه بقى هحاول بوجع معاه قلب، انا لسه وهعمل هحاول معاه. مشاكل ونحل وبتاع. بالظبط. اوقات بنستسهل، اوقات ثقافة الاستهلاك، السلع الاستهلاكية، خلاص الكوباية ايديها اتكسرت ارمي يا عم هات كوباية خلاص. غيرها، وفعلا ده بقى الكرسي. الاكتر دلوقتي، اللي هو خلاص بقى انا هقعد اتعب في نفسي كتير، لا اطلق وخلاص. او اتجوز غيرها وخلاص، ده او بالنسبة او او للراجل. طب انت يعني انت يعني اوقات بيبقى عندي تساؤل، هو انت اتجوزت اولاني عشان تروح تتجوز تاني؟ انت اصلا مش عايشين صح، انت مش ما في عايش حاجات زوج كتير ومش عايش ناقصة. اب ورايح تتجوز تاني عشان تمارس دورك كزوج ودورك اب؟ طب مارسها اولاني ايوه صح، وشوف. عايزين نركز على النقطة دي، نركز على الحتة دي. جرب بس انت الاول في ده، في وبعد كده ماتش لسه هنشوف ما دي لسه. خلصش. في حرب هنا. تمام. فحقيقي دي بتبقى مشكلة يعني، ان اوقات حتة ان محدش حد يكون متجوز مش واخد دوره. طيب ايه الرسالة اللي ممكن نوجهها لأي ست بتفكر في الطلاق، بحيث ان هي تبعد دماغها شوية عن الفكرة دي او تتجنبها؟ تتجنب فكرة الطلاق؟ لو في يعني زي ما قلنا من شوية اللي هو الحاجات الكويسة او يجي منه، اللي هو العيوب بتاعته ممكن تتحل، كلام من ده، ممكن نوجه لها ايه رسالة؟ اول حاجة اعرفي ان انتي من حقك انك تكوني متألمة، ازاي؟ مادام في
وجع، قدام في مشاعر مؤلمة، يبقى في احتياج ناقص، والاحتياج ده حق ربنا كفلهولك. ربنا يوم ما خلقك اداك الحق في الشرب والحب، وده حق. الام ما كانتش يعني الام عليها مسؤوليه كبيره جدا، حقيقي. خصوصا يعني الواحد ما عرفش قيمه مامته فعلا غير مثلا لما اتجوز او وبدأ يخوض وبدا بقى التجربة. ايه ده، يا نهار ابيض كل ده هي شايلاه كانت وانا بتعمل فاكراكي كل قاعدة ده فاضية. ازاي يعني؟ ازاي؟ يجي احنا لا بجد، تعمل فالام ايه الام طول اليوم؟ الواحد، لا الام فعلا لا بتتعب جامد، بتتعب صحيح بتتحمل فوق طاقه البشر فعلا. صحيح. ومحتاجين بقى نزود في ثقافة، في ثقافتنا احنا وثقافة اولادنا، ان الام كانت بتاخد دور الاب والام سوا، وده مش صحي. مش اللي هو صحي راجل السيد انت بص مش عايزك تعمل حاجة، فكرة ان هو جوزك ده ابنك الرابع ولا ابنك مش صح الاولاني. خالص، ليه يا مفيش. جماعة؟ يعني يا حبيبي هو لو عايز يلعب دور الابن على طول، طب جاي يتجوزني سيبيني ويتعبني ليه؟ ليه؟ طيب خليه مع مامته. حقيقي حقيقي، يعني هو محدش بيحب الدلع، وطول الوقت انا هلعب اوقات دور البنت في حياة جوزي، واوقات هو هيلعب دور الابن في حياتي، اوقات جدا وده بس مش مقبول، الأساسي. بس مش طول الوقت. اه ان يتحبس في دور الابن وانا اتحبس في دور الام، فانا بعد شوية هقول ده ايه الهم ده؟ ايه ده؟ ما انا كنت عايزه اتجوز والله مش ايوه هتحبس. هذا يعني مثلا. واحده 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 واحده، وطبعا في الاول هيقول لا، وطبعا في الاول مش هيعجبه، ونصبر ونشبع، مفيش يا الله يكون في عونك. معلش. ونفس الاب مع ابنه، وبدا ان هو ابن كويس. غيرت ليف وانا ما بطقش ريحه الغيار بعد شويه تشوفي ارتباط الاب بالطفل ده والطفل ده، وتشوفي هو الاختلاف، بيتغير نفسه. بيختلف وفرحان بعد شويه رغم انه تعبان وقرفان، وي انا اب. بيفرح بالمسؤولية. فممكن نرجع نقول لها طب شوفي، هل محتاج بس يشيل دوره شويه اكتر من كده، يشيل عنك ايه الاحتياج اللي ناقص عنك؟ الاحترام. بيطول لسانه صح، او بيستخف برايك كل ما بتتكلمي، مش كده؟ لا احنا محتاجين نقعد معاه قعده واثنين وثلاثه ونوضح له. ويا سلام بقى لو بمدرسه التواصل الرحيم ده، احنا يا بنحاول ننصح بيها يعني، بس هو مجرمه. الثقافة دي بقول لحضرتك مش موجودة قوي، اللي هو ان احنا نروح لمتخصص او لا لا في لا ناس لا، هي كده دي مش محتاج متخصص، دي نازل كتاب اقريه وحاولي نفذي اللي فيه، مع مش نفسك كده بس. مش معموله للمتخصصين. وباذن الله هينزل كتب قريب برضو، وهتبقى حلوه خالص. هي فكره كلها ان انت تتكلميه من غير ما تتهميه، هي دي الفكره. لو عايزه نقول كده في ايجاز، هي فكره مش قول انت أثر هو خلاص كده رفض منك أي انت حاجة. زعلتني، قول له انت لما عملت كذا انا زعلت. فما يبتديش ان هو ايه عايز يدافع عن نفسه، لا ابتدي يسمع. وانت عملت كذا دي مش ايه حضرتك لما جيت وقعدت رازع الموبايل في أيوه وشك، هو الأداء ده بس. ها؟ طب ما انا تهقت. طب ما هو طبيعي هكمل خناقه معاكي، احنا كده ما انتي خليتيه متهم قدامك، فبالتالي بيبقى ممتاز، عايز يدافع عن نفسه. برافو عليكي. وبعد كده تقول لك انا حاولت كله، والله مش انا نافع حاولت لسه. احل ومش نافع. ما انت ما كنتش بتحلي، انت انتي كنت كنتي بتزودي بتتخانقي. المشكله. ايوه لكن لما اقول له اوصف اللي هو بيعمله كاني كاميرا، انت بقى عارفه شغل الكاميرات، فاقوم قايله انت لما دخلت من الشغل وقعدت وبدات تمسك الموبايل وقعدت عليه ربع ساعه، حتى ما اقولوش قعدت عليه وقت كتير، وهيقول لي لا والله مش كتير ولا حاجه، ده هو ده انا 5 دقايق ده خمس يعني مش دقايق حاجة. خلاص خلاص، بلاش كلمه كتير دي. قعدت عليه ربع ساعه انا حسيت بقهره، وحسيت بقهره ليه؟ لاني انا طول اليوم عماله ازوق في نفسي ووظف في البيت عشان لما ترجع نقعد مع بعض وانت دخلت ما فيش اي حاجة. وما لقيتكش معايا، او حسيت بوحده، اصل انا مر بيا النهارده حاجات كتير قوي انت مش متخيل قد ايه، وكنت منتظره اللحظه اللي هتخش فيها عشان الله بجد اشاركك. انا ارتحت نفسيا من الكلام. انا ارتحت بجد. يعني الطريقه اهم، الطريق يعني الطريقه اهم من الكلام، يعني من حقيقي الموضوع نفسه، حقيقي. الطريقه اللي اوجه له بيها مشكلتي او الطريقه دي انا رايحه اتواصل معاه، مش رايحه اعرفه، انا رايحه اتواصل معاه. هتلاقيه بدا يقول لها ايه، لا حبيبتي والله مالك سلامتك مش عارفه ايه، او ايه ده في ايه، فحاول تاني تالت ورابع. لو حاولت كل ده كل ده كل ده وهو مصر، يبقى اعتزل ما يؤذيك، خلاص كده مصر مصر ومقصر في اكتر من احتياج من احتياجاتي كتير،
تقول الكلام بالطريقة الكويسة أو بالطريقة الصح اللي احنا نتكلم معاه بيها، مش جايب من غير اتهام. من بصي، هي الإنسان كده جوه دماغه حتة كده اللي هو الستم بتاع المخ، جزء من المخ كده قديم جدا، يعني موجود معانا ومع الريبتايلز أو الزواحف، وهو دفاعي جدا. فلما امتى ده بيتحرك عندنا كبني ادمين؟ لما يتواجه لنا نقد او نصح او لوم، فابتدي ما افكرش بقى أدافع بالحنين والجميل، ابتدي ادافع واتخانق. فقولي لي بقى، حاجة اما بتيجي تحلي مشاكلك مع جوزك بتعملي ايه؟ بلوم وانت وبنقد لك وجع، حاولت بكل الطرق. حاولتي ازاي؟ هتفرق بقى، تعالي بس اقول لك، بس حاولتي فهمنا ده ازاي؟ دلوقتي. فحاولي وانت بتواجهي كلامك ما يبقاش كلام ولا بينقد ولا بي 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 اتهام. بيتهم. انا ممكن اقول اللي انا عايزاه من غير ما انقده ولا اتهمه. اهو انا بدل ما اقول له انت لما جيت وقعدت باصص في الموبايل، ما انا برضو ممكن اقول نفس الكلام بطريقه اللي هو قعدت باصص في الموبايل، انا اتقهرت، انت ما انت مش عارفه ايه. ولا اقوم قايله له انت لما جيت وفضلت باصص في الموبايل الوقت ده حسيت بكذا كذا كذا. طب هل انا، طب انا في عز غضبي دلوقتي اقدر اتكلم بالراحه؟ اكيد مش هعرف، يبقى ااجل. العتاب ده ااجل مواجهه في الكلام لغايه اما اقدر اهدى، وافضل وانا بتكلم مع نفسي اقول انت حاسه بايه؟ انت حاسه بايه يا ايمان دلوقتي؟ انا غضبانه ومحروقه ومفروسه وحاسه انا وحدانيه ومش عارفه ايه. احنا الستات الحمد لله عندها الامكانيه دي، بتتواصل مع مشاعرها بسهوله. طب كنت محتاجه ايه؟ خشي على الانترنت ودوري على الاحتياجات نيدز، هتلاقي احتياج، كنت محتاجه ونس، وكنت محتاجه امان، كنت محتاجه دعم، كنت محتاجه حضن. الحضن احتياج اساسي عند الانسان، يحتاج يتحضن مش صغيرين بس. فكنت محتاجه ده، طب دول حقك، حقك حقيقي. طب تفتكري هو يعمل ايه تحديدا عشان يلبيها؟ انا عايزاك تهتم. الرجاله كمان بيفهموش اللغه دي، يعني اهتم اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ قولي لي انا اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ ولما يقول لها اعمل ايه بتتجنن اكتر، يعني انا هقول لك تعمل كمان ايه؟ هقول لك الاهتمام ما بيتطلبش. ايوه انا طلبته وطلبته ملوش طعم، مفيش لازم. واللي هو فعلا على فكره دي مشكله كبيره جدا، اللي هو انا طلبت الحاجه لما بيجي يعملها، ودي نقطه لازم نركز فيها قوي، لما بيجي يعملها ايه ده؟ ايه ده ملهاش طعم؟ ملهاش طعم، انا طلبتها ومش عشان انا مرتبط في ذهني ما بقاش مصدقاها. اللي هو ايوه عشان انا مرتبط في ذهني ان انا ما دام طلبت يبقى هو هيعملها عشان طلبت، مش هيعملها عشان هو مهتم، او مش من جايه من جواه، او مش جاي من جواه، فانا دي مربوطه عندي في ذهني فبستقبله كده، فانا محتاجين نفك الرابطه دي. وهو فعلا ما يعرفش حقيقي، محدش فينا يعرف نفسيه اللي قدامه عامله ازاي. يعني انت وراكي خلفيه رائعه رائعه، احنا نفس البني ادم عامله زي الخلفيه اللي وراكي دي، نيل وميه وخضر ومش عارفه ايه. انت وانت شايفه كده المنظر من بره، وانا ممكن اتجوز واحده وانا معجب بالمنظر ده قوي، بس انا ما اعرفش الطرق جوه عامله ازاي عشان البي لها احتياج الامان. اعمل ايه؟ انا ما اعرفش، انا محتاج ان هي تاخدني بايدي وتقول لي بص يعني تعمل كذا. اوقات على فكره الشخص نفسه ما بيبقاش عارف، عشان كده القعده مع النفس كده، واني اقعد اقول لنفسي حاسه بايه ومحتاجه ايه، وهدي كده واخد نفسي مع وقتي، وبعد كده اقولها طب وده يتعمل ازاي؟ عشان اروح اقول له فانا محتاجه ان انت لما ترجع من الشغل على الاقل اول 10 دقايق نقعد نتكلم فيها مع بعض. ننظم ال سيمبل اهو اللي كده بسيطه، بدل ما كنت متهماني في المحكمه اني انا ما بهتمش واني واني واني، وانا شايل همك طول النهار وشايل هم البيت هجيب فيه ايه وانا جاي. بتختلف من يعني شخص للتاني بالظبط، ممكن الغابة يكون فعلا دي مش فاهم بالظبط، او مش عارف مش يعبر ازاي، ولا أو انت كمان عارفه انت بتتوقعي بس. يعني وانت بتتعاملي معاه اوقات بتهتمي بشكل هو مش محتاجه، بتعملي كده ليه؟ تقولي مش مقدر. لا يا بنتي مش مقدر، بس انت ماشيه صبغت شعري ودخل ما خدش باله، خدش باله يعني مجهود برضو لازم. ايوه اهو، طب هو مش فارق معاه اصلا موضوع صبغ الشعر، صبغيه ليكي بقى يعني، صبغيه ليكي وانت اتبسطي، هو مش فارق معاه. لا بس برضو يعني ازاي يعني في حاجات كده برضو لازم يعني ما تطلبش، او في رجاله ممكن يعني زي ما حضرتك بتقولي نكلمهم بطريقه. طب احنا كلمناهم وحاولنا معاهم واخترنا الوقت، عملنا كل ده وهو ما فيش نتيجه، ما فيش فايده، لو حاولت اعلمها له ازاي؟ ايه بالظبط؟ يعني ان انا مثلا عندي احتياجات،
لا خلينا مور سبيسيفيك عشان اعرف ارد عليكي. مثلا اديني اكزامبل، اديني مثال. يعني مثلا انا هو مثلا ما بيهتمش بيا او ما بيحترمنيش كفايه او ما بيقدرش مثلا الحاجات او المجهود اللي انا ببذله في البيت. فحضرتك بتقولي ممكن يكون هو مش فاهم، فهناخد واحده واحده، الاول هنقعد مع نفسنا، بعد كده هنتكلم معاه ونفهمه احنا عايزين ايه بطريقه بسيطه. طيب ده احنا اتكلمنا معاه وفهمته انا بحتاج كذا وعايزه كذا وبطريقه كويسه وكل الكلام ده، ما بيستجبش. مره واثنين وثلاثه عندي بقى ابتدي ان انا ابين له ان انا لما انا جربت معاك مره واثنين وثلاثه وانت ما استجبتش، ادي كده الاوبزرفيشن بيسموها الاوفنر، الملاحظه، حسيت فيلينج او اف فيلينج، انا حسيت باحباط وكان عندي احتياج ان اتقدر اكتر من كده وان محاولاتي تكون مقدره اكتر من كده، فانا محتاجه منك، انا ممكن اكون محتاجه منك اني اخد استراحه لمده اسبوعين بقى ما نكلمش بعض عشان انا محتاجه راحه. ودي برضو حاجة كويسة جدا على ممكن فكرة. او ممكن انا محتاجه منك تهتم اكتر من كده، انا محتاجه من ايا كان الريكوست ايه، بس انت عارفه لما بتكلميه بالاسلوب ده النتيجه بتفرق. ونرجع نقول اللي حاولت معاه مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه ممكن اكون بحاول غلط، ممكن اكون بحاول غلط، ده اكيد الطريقة والوقت وكل حاجة. ممكن الطريقه، اصل لازم اختار وقت مناسب ليا وليه، مش ليه بس، اوقات بختار يعني مناسب ليه بس مش مناسب ليا، انا عصبية انا دلوقتي عصبيه واخر اليوم ومش طايقه نفسي مش اصلا هتخانق معاك. هتخانق معاه، ولازم اختار في مود يكون مناسب ليا وليه، وبعدين اكون انا جاهزه بني، اكون هاديه كفايه ان اعرف اعبر عن اللي جوايا. الميزه في ان انا اعبر بطريقه ان انا بقول observation، ملاحظه كانها كاميرا، وراها بعبر عن feeling من غير ما اقول محسسني مزعلني، لان دي فيها ايه؟ اتهامي اتهام، فهيطلع الايه؟ خلاص على يدافع على طول. هياكل على طول. فانا حسيت بالحزن، حسيت بالوحده، حسيت بالكذا، حسيت بالكذا، وراها اقول ايه هو احتياجي؟ احتياج الحب، الاحتواء، الطبطبه، الحضن، المشاركه، التقدير، الونس، ايا كان هو ايه الاحتياج اللي في الموقف ده اللي اتحرك، وراها الار الريكوست، فانا بطلب منك ايه؟ وفي حاجه اسمها بقى ان انا بصرخ بقى، انا تعبت من كتر ما طلبت منك كذا، فانا دلوقتي محتاجه واخد القرار المناسب ليا، محتاجه اخد استراحه. وفي ناس تانية عندها بقى التراكمات، ما بتتكلمش، ما بتتكلمش خالص، زعلت من حاجه خلاص ما بتتكلمش، تقعد تراكم تراكم تراكم، فده برضو مش صح. اكيد اللي ما بيتكلمش بيبقى جواه حاسس ان انا لو اتكلمت يعني هقلل من نفسي، ودي لغة الضعفاء، اقعد بقى اقول له انا اتوجعت وزعلت وعايز يحس لوحده او يعرف هو عمل ايه لوحده. بالظبط، او بالظبط لو عايز يحس لوحده ده انا مش هشحتها، مش هشحت حبه، مش هشحت اهتمامه، ودي بتبقى فكرة مؤلمة، يعني اللي ساكت ده مش ساكت ومستريح، تعبان ده اكتر، ساكت وتعبان وعطشان، كوباياته كل حاجة عنده عطشان احتياجات كتير جدا، جدا ما بيعبرش عنها. بالظبط، وبيبقى وراها احتياج ممكن يكون للتقدير، ان انا اكون مقدره، عشان اكون متقدره يبقى هو يعرف من غير ما انا اقول، ممكن يكون وراه احتياج الاحترام، هو المفروض هو لو بيحترمني كفايه اني ممكن يكون وراه ايا كان الاحتياج ايه، محتاجين ان احنا نرجع كده ايه ريكوست اور سيلف بقى، احنا نطلب طلب من نفسنا، يا بنت الحلال مش مستاهله، والله انا مستاهله، ما تقولي ايه اللي هيحصل يعني، مش تخرب الدنيا. كلمي. وكمان لما تعرفي ان كوبايه الاحترام دي ما بتتمليش منه هو بس، من فانت انا اصحابك كمان بيحترموكي واخواتك مثلا بيحترموكي، زمايلك بيحترموكي، فما توقفيهاش على دي او ما تبصيش لدي فما بس ان انت كده. ما تبقيش بقى مصممه انك تشمي الهوا في مرسى مطروح، يبقى بالتالي لما هتروحي تطلبي منه هتطلبيها بعزه نفس، ايه انا هو محتاجه ان انت تقعد كم معايا 10 دقايق، والله لبيتها انا بديك فرصه انك تمشي في الارض بتاعتي، ده انا بديك هديه مش بشحت منك. طيب انا عارفه ان النقطه دي محتاجه ان احنا نعمل حلقه تانية لوحدها، بس انا كنت عايزه سريعا كده نقول اي نصيحه للست اللي خلاص اتطلقت، ازاي تتخطى المرحله دي سريعا يعني عشان وقت الحلقه. الست اللي خلاص اتطلقت بتمر بحاجات كتير قوي يا امان،
بتمر بمشاعر متلخبطه جدا، فاوقات تلاقيها مبسوطه جدا بالذات لو كانت ده قرارها هي. يس خلاص فريدم حريه. وبعدين تلاقيها فجاه انا لوحدي، او انا فين الونس اللي كان معايا. فبتبقى في لخبطه مشاعر جامده جدا جدا ما بين مشاعر الفرح والحزن يعني بيبقى في حاجه اسمها grieving. حتى لو انا اللي مختاره الطلاق بمر بحداد، اعاتب نفسي على القرار ده اوقات بعاتب sense of guilt وشيم، ممكن اعاتب نفسي، ممكن احس بالخزي، ممكن احس ده غير بقى المجتمع الله ينور يعني ما دي اصعب حاجه من وجهه نظري، النظره المؤذيه، مؤذيه للمطلقه مؤذيه جامد. جدا طبعا. وارجع اقول لك هي الدنيا دلوقتي بدات تختلف شويه لان نسبه الطلاق زادت، فبقت طايله كل عادي. عيله في حد ما كانش كل اسره. تمام. فبدات الدنيا تهدى شويه، وان كان لسه فيه طبعا بواقي نظره مجتمع غير صحيه للمطلقه. ابتدي اقول لها اول حاجه ما تستغربيش ما تلاقي نفسك وحشك العيشه معاه رغم ان انت ما كنتيش طايقاه، لان العيشه معاه ما كانتش مع شخص هو بس، كانت بيت انت عاملاه وبتونسي بيه، جيران، اضاءه اتعودتي كل يوم تشربي فيها الشاي الصبح، قاعده قدام التلفزيون، حياة كاملة انت اضطريتي انك تسيبيها علشان هو ما يستحقش. فطبيعي ان انت تكوني حزينة على اللي يستحق. فاول حاجة محتاجة تقبليها هي مشاعر الحزن على الحاجات اللي كانت تستحق في حياتك وزعلانة عليها، ومشاعر لما تيجي تفتكري ذكريات حلوة وتبصي بيها ما تحسيش بالذنب برضه. هو خلاص انا حسني كويسة، فهو اوقات واوقات. وما تنتبهيش لنظرة المجتمع، واعرفي ان اوقات احنا اللي بنلقط النظرات السلبية ونشربها، لاني انا نفسي ببقى بلوم نفسي. هو ممكن اتغاضى عنها واعمل نفسي مش شايفاها. شيلي اللوم من على نفسك، هتلاقي نفسك بتلقطي النظرات الايجابية اللي حواليك. لا انت جدعة، لا انت برافو. خلص وقت حلقة النهاردة، وبشكر حضرتك جدا. وفي نهاية حلقتنا حابة اقول ان الطلاق مش خراب بيوت، احيانا بيكون بداية لحياة سعيدة. استنونا في حلقة جديدة من ساعة في